يعني بصراحة أنا حزين، وأعتقد يعني أعتقد كلكم في حالة حزن شديد وخوف ورعب. شيء غريب. وبعد كده نسأل مين المسؤول؟ أنا سألت، أنا عاوز أعرف مين المسؤول عن ده. أصلاً مسؤولية مشتركة، وزارة التموين، وزارة الصحة، وزارة الزراعة. يعني حق المصريين عند مين طيب؟ ما احنا عاوزين نفهم. يعني إيه مسؤولية مشتركة؟ كتر خير ظباط مباحث التموين نزلوا وظبطوا المصنع ده او المجزر ده. طب المجازر التانيه؟ طب الناس اللي بتروح تشتري اكلها كل يوم تعمل ايه؟ نيابه بلبيس، انا تابعت، انا وفريق الاعداد، قررت حبس المتهم 4 ايام على ذمه التحقيق، وايضا صاحب السياره اللي غيب الصدفه ده اتحبسوا. طيب جريمتهم ايه؟ جنحة. يا سلام، جنحة من 24 ساعة لثلاث سنين؟ دي جريمة أخطر من جرائم القتل مع سبق الإصرار، أخطر من جرائم جلب واستيراد المواد المخدرة، أخطر من أي جريمة في الدنيا. تبقى جنحة إزاي؟ أنا من هنا بصراحة، من كلام في سر، من خلال شبكة تلفزيون الحياة، بنقول للمشرع المصري وإحنا على أعتاب مرحلة برلمانية جديدة، لابد من تغليظ العقوبة، لابد من تغليظ العقوبة. مش شرط يكون فيها ظرف مشدد، هي أصلا مشددة، ونشوف الدول التانية بتتعامل إزاي مع مثل هذه الجرائم. لكن حرام حاجات بتجيب يعني الطفل اللي مناعته ضعيفة بيجيله سرطان فورا، والمصريين بيهاجمهم مرض السرطان بعد سن 50 والفشل الكلوي. ده ما يرضيش حد، حقيقي ما يرضيش حد. سامحوني أنا يمكن يعني الابتسامة اختفت من على ملامحي، لأن اللي احنا شايفينه ده شيء صعب جدا ويعاقب بجنح. يا سلام. عاوز اقول لحضراتكم اثناء الفاصل جالي زميلي شيف الجميل محمد فوزي، شيف قناه الحياه، راجل بصراحه عنده فكر. قال لي انا هنصح الناس من خلال برنامجي واقول لهم يعملوا ايه. ما احنا خلاص بقى كده احنا هنروح، لازم نروح نشتري حاجتنا من عند الجزار، يعمل لنا بقى السوسيس، يعمل لنا الهوت دوج، يعمل لنا الحواوشي، يعمل لنا الكلام ده. هنعمله ازاي احنا طيب لو احنا مش عاوزين ان الجزار يعمله؟ احنا هنعمله ازاي؟ الشيف محمد فوزي قال انا هقول للناس في برنامجي يعملوا ايه، ازاي يعملوا لانشون الفراخ حتى لو بنسبه 80%. ما في اطفال كتير في مصر بيحبوا يروحوا المدرسه وسندوتشاتهم فيها لانشون فراخ، طفل بسيط جميل بيحب لانشون الفراخ، هو مش عارف ان لانشون الفراخ ده ممكن يجيب له السرطان والفشل الكلوي. أنا بحيي بصراحة، بحيي الشيف الرائع صاحب النكهة المتميزة مش في الأكل وبس، لا حتى في الأخلاق وفي طيبة القلب، الشيف محمد فوزي. وعاوزين يعني بصراحة ناخد بالنا بقى يا جماعة، ناخد بالنا وإحنا رايحين نشتري حاجتنا، ما نجيبش خالص الكلام ده. أي منتج فيه فراخ ما نجيبهوش، لو في نسبة حتى 10% ما نجيبش الكلام ده. معايا المهندس محمود، معايا المهندس محمود من القاهرة. مهندس محمود مساء الخير. الو مهندس محمود صفوت، مساء الخير، اتفضل. مساء النور، اهلا بيك استاذ احمد. اهلا بيك، اهلا بيك باشمهندس محمود. اهلا وسهلا استاذ احمد، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك. اهلا بيك، ازاي صحتك؟ اهلا بيك. الله يخليك. انا عايز اشكرك مبدئيا على الحلقة الرائعة اللي اكثر من رائعة الصراحة. انا بشكرك، حضرتك بتحترم جمهورك وبتقدم له حلقات ذات قيمة عالية جدا جدا جدا، فبالتالي لازم جمهورك يبادلك نفس الاحترام ويحترمك، وانت كونت شعبية صراحة جميلة جدا من خلال احترامك لجمهورك واختيارك الراقي لمواضيعك. دي مبدئية. انا بشكرك، شكرا جزيلا. ده حقيقي. الحاجة الثانية، احنا بنناشد من هنا وزارة الصحة، السيد ابراهيم محلب، المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء،
لغاية سيادة رئيس الجمهورية. لا يمكن إن حاجة زي دي وحلقة زي دي تعدي على المسؤولين. عندك حق، عندك حق، عندك حق. أرجوك، وأنا بضم صوتي لصوتك يا باشمهندس محمود. أرجوك، ده زي ما حضرتك قلت، دي حاجة أفظع من تجارة السلاح، من تجارة المخدرات. العدو واضح قدامك والمجرم واضح، انما ده المجرم مش واضح خالص. انا بحييك بصراحه، وبستعير يعني من اخر كلامك ان المتهم واضح والعدو واضح، فلا بد من تطبيق العقوبه. مدام نوال من القاهره، مدام نوال مساء الخير. مساء الخير، اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا بكلمكم عشان اعبر عن اعجابي بالبرنامج، وانت انسان محترم جدا. اشكرك. واللي بيقدم البرامج كلها جمال، المعدين. اشكرك. وبنشكر قصة البرنامج كلها من معد ومقدمين. انا بشكرك. والعاملين بيه. اشكرك. ولازم الوقت يطول شوية عشان بتجيبوا حاجات كويسة يعني تفيد الناس. احنا على قد الوقت بنحاول ان احنا ان شاء الله تطول باذن الله. بنحاول من خلال برنامجكم ده. بس انا عايزة يعني رسالة شكر ممكن؟ اتفضلي. المدير مستشفى شبرا العام اللي هي كوتشيرر. ايوه. اللي يعني صراحه مديره الرعايه بتاعت المركزيه وجميع الاطباء والبيطريه الاطباء واللي هو تمام. وصل واسره التمريض والمعاونه ورعايتهم الفايقه. تمام. كانت اختي هناك في المستشفى وكانت حالتها صعبه، الحمد لله كانوا يعني الحمد لله. الف سلامه عليها. الف سلامه عليها مدام نوال. انا الحمد لله. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. استاذ عصمت من القاهره، مساء الخير. مساء الخير يا استاذ احمد. اهلا بيك استاذ عصمت. اولا كل سنه وانتم طيبين ومصر طيبه. طيب. والاخوه المسيحيين طيبين والمسلمين، والاعياد جايه مع بعض وحاجه جميله جدا الحمد لله. والحلقه الجميله اللي انت جبتها النهارده دي يا استاذ احمد توعيه للناس اللي عماله تاكل حاجه مش عارفينها. بس انا ليا عتاب صغير او ليا حاجه صغيره. نعم. اتفضل. الحاجات الشويله الكبيره قوي دي اللي وصلت للمصانع دي مين؟ من اكيد من مجازر حكوميه. اتباعت ازاي واتصرفت ازاي؟ فكان المفروض يا استاذ احمد الحاجات دي تتعمل. لا، هم الضباط قالوا لي لمامات الشوارع ولمامات المجازر الاخرى. بيجمعوها. شوف المصدر بتاعها جاي منين، دي حاجه. دي الحاجه الثانيه، الشرطه هتعمل ايه ولا ايه؟ الله يكون في عون الشرطه يا استاذ احمد. طبعا. انها عماله تحارب المخدرات والارهاب والمتشردين والبلطجيه والحرميه، هتحارب الصحه كمان. طب في المصنع ده بقى له كام سنه شغال يا استاذ احمد؟ والناس كانت وكم واحد كان منه يا استاذ عصمت؟ كم واحد كان منه؟ كلها. طب. معهد الاورام يروحوا يشوفوا جايه منين. ما ده اللي احنا بنتكلم فيه. طبعا. ده لازم يكون في عقاب شديد، ده يتعلم في ميدان عام. ده اخطر من تاجر المخدرات. عندك حق. ده اخطر من تاجر المخدرات يا استاذ، فلازم يتعلم. عندك حق. الحاجه الثانيه بقى، رساله جايه لك من جميع الجماهير بتاعتك يا استاذ احمد، والقهاوي كلها اللي قاعده عماله تتفرج. انا في حته شعبيه عماله تتفرج على البرنامج بتاعك، وبتطالب حبايبنا دول كلهم ورئيس القناه بان البرنامج ده يمتد 3 ايام في الاسبوع مش يوم واحد بس. لازم نشوف مجهودات الشرطه ومجهودات البرنامج. لا عشان لا 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 عشان ما يكونش دم تقيل، بس خليها يوم واحد بس. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عصمت. حسين من كفر الشيخ. حسين مساء الخير. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا بيك. ازي صحتك؟ اهلا وسهلا. المفروض ان الناس دي تتعزم، والمفروض ان مكان المصنع هو اتحبس خلاص يا استاذ حسين. اتحبس صاحب المصنع النيابه حبسته. المكان يصادر لطلع الحكومه ويودوه للصندوق الاجتماعي عشان الناس تشتغل. ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يحصل كده، وهو حصل بالفعل وتم حبسه. لكن احنا خايفين بقى، خايفين من المجازر الثانيه، من الثلاجات الثانيه. استاذ فتاح من القاهره. مساء الخير يا جميل الشباب. اهلا وسهلا. اهلا بيك. حب الجماهير ده كده يعني. ده انت صديقنا يا استاذ فتاح. انت كلمتنا قبل كده. طبعا انا اللي قلت لك تسلم ايدك يا شباب مصر. ايوه ايوه. رافع دايما رايه مصر. ما هو الشباب اللي زي حضرتك ده اللي هيرفع رايه البلد. ما هو احنا لازم. لا، في شباب احسن مني كتير، وفي شباب عنده قابليه كبيره انه يعمل كل شيء يفيد مصر. انت مرآة الشباب الجد الجميل اللي هو بيشرف بلده. انا بشكرك. بيشرف اسرته. انت راجل محترم، واحنا بنحييك وبننتظرك من الحد للحد على فكره. لو ما كلمتكش ازعل.
ربنا يخليك. فأنا سعيد بالكلام معاك وبرافو عليك، تقريرك جيد جدا، مشكور. شكرا ليك. شكرا. احنا اللي بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا بصراحة. يعني يمكن الأستاذ عصمت هو بيقول لي يعني يمكن مستني شوية الناس الأحياء الشعبية الجميلة والناس الحلوين الجدعان، لكن أنا معي سيد من الجيزة. أستاذ سيد اتفضل. أهلا يا باشا. أهلا وسهلا، اتفضل. ازيك يا حضرتك؟ أخبار الجيزوية إيه حبايبنا؟ تمام يا باشا. تمام؟ تمام الحمد لله، كله تمام. اتفضل يا سيد. المفروض حضرتك ده أستاذ أحمد المفروض يتعدل بس ده. احنا بقى طلبنا والله، قلنا احنا على اعتاب مرحله برلمانيه جديده، ويا رب يكون صوتنا يعني له صدى. انا كنت لما بتعشى ولسه استدت ده لما شفت منظر يعني. كنت بتتعشى؟ طب احنا اسفين بقى يعني، صدينا نفسك. معلش بقى يا استاذ احمد. لا لا لا، في اي شيء عاوز تقوله؟ شكرا يا استاذ احمد. طيب انا اللي بشكرك، انا اللي بشكرك. هرجع تاني اقول لحضراتكم سريعا، الاحياء الشعبيه الجميله العريقه، يعني انا عاوز اقول ايه؟ عاوز اقول الناس اللي بتقول لنا ما نقولش كل سنه وانتم طيبين لاقباط مصر ونصارى مصر، يا سلام. ازاي يعني؟ انا واحد من الناس تربيت في حي شعبي عريق اصيل، والله كانت الجاره اللي فوقينا مسيحيه، كان في عيد الفطر ينزلوا لنا الكحك والبسكوت، وفي العيد بتاعهم عيد الميلاد المجيد نعمل معهم نفس الكلام. تربينا على كده، عشنا على كده، احنا كمصريين تعودنا على ده. معقوله يعني ما نقولش للمسيحيين كل سنه وانتم طيبين؟ ده الدين الاسلامي دين وسط، دين راقي، دين اساسه هو الاخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الشاب القبطي اما اشتد عليه البأس كان بينزف، وجاله الشاب القبطي يقدم له العنب، هو النبي عليه السلام اتضجر منه؟ كلمه وحش؟ بالعكس، قال له ما اسمك؟ اسمك ايه؟ بدأ معاه حوار على بساط القرب. اسمك ايه؟ قال له انا اسمي عداس. قال له انت منين؟ من اي البلاد انت يا عداس؟ قال له انا من نوى. قال له نوى بلد اخي يونس عليه السلام؟ ادار معاه حوار، كلمه، ابتسم له، ضحك له. من هذا المنطلق لازم نقول لأقباط مصر ونصارى مصر